ولكن الخلافات هي مو صراع من أجل الوطن، إنما صراع على الوطن بمجملها لكل الأحزاب. عندك تعابير حلوة، واعتذر أقاطعك بس احتاج لها تفسير. يعني صراعاتنا ليس صراعات على الوطن، بل هي صراعات من أجل الوطن. يعني أنتم صار 10 أشهر إذا صراعكم من أجل صراعات على الوطن وليس من أجل الوطن، يعني مو قلت هيجي، يعني قلت صراعات على الوطن وليس من أجل الوطن. ولذلك مو بالعكس يعني قلت صراعات، يعني صراع على السلطة، يعني قلت صراع على السلطة، يعني هذا الصراع على السلطة الذي يتأخر طبعاً 10 أشهر من دون أن تقدموا رئيسا، والشيعة من دون أن يقدموا رئيس وزراء. ما تعتقدون أن هنالك شعب إذا خرج لم يرحم أحدا منكم، وهو الذي أعطاكم الثقة، وهو الذي صبر عليكم، وهو الذي كان يعتقد بكم أملا؟ ما تعتقدون أن الوقت قد حان للقصاص؟ يعني انت استاذ نجم تريد تكون واقعي لو تريد تحكي ويا النواب اخي العزيز؟ لا لا انا واقعي، انا واقعي جدا استاذ باجي، الواقعي قادة الأحزاب السياسية هم من يتحكموا بالمشهد، وهم عليهم أن يعوا ويدركوا بأننا وصلنا إلى نقطة قريبة من نقطة اللا عودة. أنا لا أقول قل وصلنا إلى نقطة اللا عودة، ولكن وصلنا إلى مرحلة قد تكون قريبة من نقطة اللا عودة. نعم. يعني عليهم أن يدركوا بأن هذه المرحلة مرحلة إما أن تذهب إلى الأمام بشكل جدي حتى وإن كان بطيئا، أو أن عودتك إلى الوراء هذه المرة حقيقة ستكون نهاية لهذه العملية السياسية، سواء شاء من شاء أو أبى من أبى، لأن حقيقة أزمة وانسداد حقيقي، لأن هذا الطرف يطالب بمطالب وذاك الطرف يطالب بمطالب نقيضها تماما. يعني على طرفي نقيض اليوم المطالب، طرف يطالب ببقاء حكومة الكاظمي، ببقاء السيد برهم صالح، بحل البرلمان، ببقاء نفس قانون الانتخابات، ببقاء نفس المفوضية. الطرف الآخر مناقض. نعم. تماما. نعم. تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات جديدة، مفوضية جديدة، قانون انتخابات جديد. نعم. إجراء انتخابات مبكرة ولكن تحدد دستوريا وفق ما يقبل به أو يبادر به مجلس النواب. إذن هذه الطلبات إذا ما رحنا إلى حالة وسطية، نعم، أعتقد سنعود مرة أخرى إلى ما حصل قبل شهر، مظاهرات مرة أخرى وانسداد، وإن شاء الله لا نذهب إلى المواجهة مرة أخرى، ولكن كل شيء متوقع في العراق خاصة في الظرف الحالي، لأن حقيقة إما أن القادة السياسيين لا يريدون أن يذهبوا إلى الأمام ولم يعوا ويدركوا الدرس وهذا خطر جدا، أو أن هم واثقون بأنهم سيمضون بالوضع الحالي ولن يحدث أي شيء.